غادي نقول له بلاش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستهل إن شاء الله افتتاح المعرض التصور المحلي لمدينة فيهيك والصناعة التقليدية لآيات بينات من الذكر الحكيم يرتلها السيد أحمد قاضي. وليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن يدعون إلى الخير
نستهل الفقرة الثانية، تفضلوا عنكم أيها الحضور الكريم بالوقوف من أجل تحية العلم. النشيد الوطني. بشعار الله الوطن الملك. والآن مع كلمة ولادية فقرة الجمعية التي قامت بتنظيم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الباشا المحترم، السيد رئيس جامعة تيبي المحترم، السيد رئيس جامعة أبو الكحل، السيد ممثل غرفة الصناعة التقليدية، السيد ممثل الغرفة الفلاحية، السيدات والسادة ممثلي المصالح المدنية والأمنية والعسكرية بالمدينة، معشر الفلاحين والصناع التقليديين، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. تنظم ودادية الفقرات وشركاؤها جماعة تيجي، جماعة عبو الكحل، الجمعيات المجتمع المدني بالمدينة، جمعية النهضة، ودادية الجماعة، ودادية الصداقة والتعاون، جمعية بدر الأمومة والتنمية والمحافظة على البيئة، ودادية تضامن حي ديوانا مركوف، مؤسسة أصدقاء تيجي، جمعية زاكا بفرنسا، النسخة التابعة لمعرض المحلي للتمور والصناعة التقليدية تحت شعار الاقتصاد الوافي رهان التنمية للإقليم. وإنه من عظيم الفرح أن يتزامن ومناسبة احتفاء الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء المسيرة، وكلنا فخر أن نرفع بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد رئيس المجلس الإقليمي، سيد الباشا، السادة رؤساء المصالح الأمنية في إخواني أخواتي المنتخبات، إخواني المنتخبين، السيدات والسادة أعضاء الجمعيات والتعاونيات، لواحد تيجي، ضيوفنا الكرام من إقليم تيجي، على رأسهم السيد ممثل وكالة تنمية الواحات من زوار، وإخواني الفلاحين، إخوة الزوار، إخوة الضيوف، إخواني الباحثين من خارج الوطن ومن داخل الوطن الذين يحضرون معنا هذا المعرض من جامعة بلجيكا ومن جامعة محمود الأول، الإخوة الزوار، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عالية لولاية تكراس للتنمية لتنظيمها النسخة التابعة لمعرض التمور لواحد فيجي، وتحية تقدير واحترام للفلاح الفيجيجي على مجهوداته للمحافظة على الموروث الفلاحي. باسمي وباسم عضوات وأعضاء المجلس الجماعي لفيجي أقف إجلالا
وتقديرا لكل من ساهم في تنظيم هذه الدورة التي تهدف بالأساس إلى تنمية المدينة اجتماعيا واقتصاديا، وكذلك تصادف احتفال الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء. وبالرجوع إلى النسخ السابقة للمعرض نلاحظ بجلاء أننا لا زلنا نراوغ مكاننا رغم المجهودات المبذولة من طرف مختلف الشركاء، إذ لا يزال المهرجان يفتتح حلة محلية، في حين يحدون الأمل الكبير إلى الانتقال إلى ما هو جهوي وما هو وطني، لكن لن يتحقق ذلك إلا بالتزام جميع الشركاء. لكن رغم كل الصعوبات وكل معوقات، فإن معرض الصمود الذي تنظمه إدارة التكرار والذي وصل إلى نسخته السابعة يبقى دائما مجالا للتعريف بالمنتوجات الواحية ومناسبة لتثمين وترويج سمو الواحة والعمل على إشعاع جودتها. الشكر مرة ثانية لكل من ساهم في تنظيم هذا المعرض ولكل من حضر من خريف أو من بعيد. أخيرا أتمنى التوفيق والنجاح للنسخة السابعة للمعرض، والسلام عليكم ورحمة.
Thank you.